في نفسي، وللأسف ما فيش حد بيحس بحد إلا لو هو نفسه اتعرض لنفس الموقف دوت. بس انت 35 سنة، ايه مواصفات العروسة اللي عايزها؟ والله انت الاول مهندس كمبيوتر صح؟ لا معلش مرة تاني، انت مهندس كمبيوتر صح؟ ايوه. مهندس كمبيوتر ده بيبقى عبقري. فعلا. صح؟ حياتك بتبقى ماشية ازاي؟ والله حياتي ايه مواصفات العروسة دي الاول؟ احنا هنلاقي لك عروسة. ربنا يخليك. والله مواصفات العروسة ان هي تكون يعني تكون شبه قد على يعني قدر لا شبه النبي شبه في فعل. لا انا بحب فيفي. لا تكون شبه والدتي على الاقل، تكون ست بلد ست بيت وست طيبه ومحترمه وتراعي جوزها وبيتها وتهتم بيه وتعمل له اكل كويس وتهتم بهدومه وتهتم بتنظيف البيت طبعا. ويكون طبعا طلباتك دي ما يعني تكون يا باشا انت مهندس كمبيوتر بس ايه حكايه فرد الامن؟ يعني ما ايه شغال فرد امن؟ انت مهندس. ما للاسف الجهاز بتاعك اهو. للاسف اشتغلت فرد امن ان انا مش لاقي حاجه تانية كويسه اشتغلها. يعني انا كنت قاعد في البيت من شهر 5 اللي فات. ان انا مش لاقي حاجه تانية بديلة بدل الامن اشتغلها، فلما ما لقيتش حاجة اضطريت ان انا ارجع الامن تاني عشان ما فيش حاجة تانية بديلة. اضطريت ترجع تاني. اضطريت ارجع تاني الامن. اكتر حاجة انت اتوجعت في الدنيا دي، انا حاسك كده، حاسس عينيك فيها الم. فعلا اتوجعت من مين من غير ذكر اسامي؟ من اخواتي ان هم مش حاسين بيا، شايفين ان انا بتدلع. حد منهم مثلا يقول لي يعني ايه عندك دوالي؟ الدوالي دي عندنا كلنا، مش مشكله دي عادي. دي كانه بيتكلم عن دور برد مش عن دوالي. وسمعت من بعض الناس ان الدوالي دي بتاثر على الجواز بعد كده، لما الواحد يجي يحب يتجوز ويخلف بتاثر على الخلفه. الله اعلم المعلومه دي صح ولا لا. فانا اللي ضايقني ان هو بيتعامل معايا على اني عادي خالص، بيتعامل معايا في مشاكل الصحيه بشكل سطحي قوي، كان المشاكل الصحيه دي صفر على الشمال، كانها مالهاش لازمه ولا كانها ليها وجود يعني. بس طلباتي سؤال، لانك انت برضو اخدت من الدنيا كتير قوي قوي حزن، نفسك تفرح؟ نفسي افرح فعلا، نفسي افرح. تعبت كتير في الدنيا سواء في الشغل او من المشاكل الصحيه او مشاكلي حتى مع اخواتي ومع قرايبي. ايوه. فما فيش حد جاي للاسف في صفي، كله بيهودني وكله بياخدني على قد عقلي، يعني كاني انا هربان من مستشفى المجانين او كاني انا مريض نفسي، مع اني للاسف انا يعني ما في باين عليك مثقف جدا، ما فيش اطيب مني بصراحه يعني. انا بتعامل حتى مع الناس كلها بحسن نيه وتلقائيه وببقى جدع مع الناس الكويسه المحترمه وبساعدها وبقف معاها وما بقولش لحد لا لما يكون محتاج مساعده مني. حتى لو ما اعرفوش او حتى يعني جاي عن طريق حد اعرفه بساعده برضه، ومع ذلك وفي الاخر بيترد لي المساعده دي للاسف بشكل مش كويس. وحصلت معايا في 2019 لما ساعدت ناس جاي لي عن طريق جاري، وراح جاري راح رد لي المساعده ان هو طلعهم عندي بعد كده وراح خلاهم يسرقوا اللاب بتاعي. ايوه. ورجع انكر بعد كده ان هو يعرفهم او يعرف مكانهم. فيعني للاسف الواحد اتعرضت للغدر والخيانه كتير قوي في حياتي بصراحه. ليه؟ اللي عندك بالظبط ايه؟ وعلاجه ايه؟ يعني علاجه عند مين؟ مستشفيات خاصة ولا حكومية؟ اطباء في عيادات خاصة ولا اطباء حكومي؟ والله انا مش فارق عندي نوع المستشفيات او نوع الاطباء، الفرق عندي ان الحاجة اللي عندي تتعالج بشكل سليم وبشكل محترم وما ترجعش تاني عندي، ما تردش عندي تاني مرة تاني المشاكل دي. عمرك ما حبيتش في حياتك؟ يعني انت برضو من ضمن الحاجات اللي انت بتطالب بيها ان يعني بتطالب بعروسه. والله حبيت. ما دي مشكله بقى ان انا يعني للاسف معجب كتير من البنات اللي انا بشوفهم في حياتي سواء في الشغل او بره الشغل. بس للاسف الظروف مش مساعده خالص ان الواحد يعمل اي حاجه، والواحد يعني الظروف مخليه الواحد ضعيف قوي ومش مخليه الواحد يعرف يعني
يعمل لنفسه بيت ولا أسرة ولا محل حتى خاص بيه. أيوة. بس فالدنيا خلاص واقفة معايا بصراحة للأسف كل حاجة. أكتر حاجة فرحتك في الدنيا دي إيه؟ أكتر حاجة فرحتك عن الحزن فاضل نتكلم الكلام عن الفرحة. أكتر حاجة فرحتك في الدنيا إيه؟ والله أكتر حاجة فرحتني الهدايا اللي كانت بتجيلي من إخواتي في أعياد ميلادي، دي الحاجة الوحيدة اللي كانت بتهون عليا شوية الحياة بتاعتي. أيوة. سواء اللابتوب بتاعي اللي جالي هدية في 2013 واتسرق مني بعد كده من ولاد الحرام في 2019، وبعد كده الموبايل الاندرويد اللي معايا دلوقتي كان اول موبايل يجي لي، فجالي في 2017 برضه هديه، وفي 2021 جالي جهاز كمبيوتر تعويضا على اللاب اللي اتسرق مني في 2019. بس خليني برضو متابعينا الكرام خليني اذكر حضراتكم بالاتي ذكره، ان الباشمهندس احمد عبد العزيز هو يعني احد الناس المتواجده هنا في منطقه عبدين، وله قصتين. قصه اولى هي البحث عن طريقه للعلاج من بعض الامراض المتواجده فيه، مش بتكلم يعني بشكل كبير، هو حاجات طفيفه وصغيره ولكن هي مؤثره عليه تاثير كبير جدا وعلى نفسيته. الحاجه الثانيه هي فكره طلبه للزواج وللحلال وبنت الحلال بعد علاجه، يعني هو عايز يتعالج وعايز يلاقي بنت الحلال ان شاء الله. كل الدعم وكل التوفيق للاستاذ احمد مهندس احمد عبد العزيز اللي قدام حضراتكم، وهو بالغ من العمر زي ما قلت لحضراتكم في ثلاثينيات في ثلاثينيات العمر، ويعني يعني مرتاح وقاعد قاعده كويسه في شقته اللي هي واخدها من والده وقاعد فيها في منطقه عبدين. وطبعا سبق الارتباط ليه، طبعا حد هيقول لي وانت كده بتدور له على عروسه، اقول له لا والله انا بعرض قصه انسانيه من الطراز الاول وقصه انسانيه من الطابع الاول. هذه القصه الانسانيه وقعت يعني ولا زالت احداثها تقع كل ساعه وكل لحظه. لو ما وقفناش جنب الناس مين هيقف جنبنا؟ لو ما ساعدناش الناس مين هيساعدنا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيساعد الجميع طبعا، وما دام هو ما طلبش حاجه حرام او حاجه يعني مش ضد الشرع والدين والقانون، فليه لا ننقل صوته؟ ليه لا ننقل صورته؟ في النهايه بتحب تقول ايه كل الناس اللي بتشوفك وبتحبك وبتقول لك احنا معاك ونقف معاك وربنا ان شاء الله يديك بنت الحلال؟ والله احب اشكر كل الناس اللي تابعوا اللايف بتاعي وكل الناس اللي بتتابعني سواء بالكلام او بالفعل، ويعني ربنا يكرمكم على قد نيتكم، وربنا يعني ما يوقع انسان اي انسان محترم في اللي انا فيه، وربنا يعني يحمي كل الشباب ويعني يبارك لهم في حياتهم ويجازيهم كل خير ويحققوا كل اللي يتمنوه ان شاء الله. يعني ان شاء الله ان شاء الله ربنا يحقق لك كل ما تتمناه. متابعينا الكرام، متابعي موقع وكالة اخبار البحيرة، شكرا لكم والى ان القاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا انا صحفي هاني شمشون، وهذه خبر او هذه قصة واقعية بنسردها لحضراتكم بالصوت والصورة زي ما اقول كده باللحم باللحم والدماء، بنرصدها لحضراتكم عن المهندس احمد عبد العزيز اللي بيعمل فرد امن. حد هيقول لي بيعمل ازاي مهندس وبيعمل فرد امن؟ اقول لك هو خريج معهد يعني معهد كمبيوتر، وبالتالي الشهادة اللي واخدها بكالوريوس، وبالتالي يصنف لدى الجهات المسمى او الذي تسمى الاشياء باسمائها يسمى ايه؟ مهندس. يبقى المهندس احمد عبد العزيز شغال في فرد امن ولديه بعض المشاكل سردناها لحضراتكم. شكرا لكم والى اللقاء.